الأم إذا أبنى الكبير ترك البلد بتكون دمعة بعينها وما عندها تقدر تشتري حبة بندول، حبة أسبرو ما فيها تشتري، ما بتلاقي بالبلد. هالشيء كلنا عارفينه، كلنا حاسينه. الوضع صعب، الوضع صعب كتير، كلنا أيتنا بنعرف، ولكن مش مستحيل إذا نحن تضمننا كلنا سوا كلبنانيين. نحن اليوم نحط إيدنا بإيد بعض وآمل أنه نقدر ننهض بهالحكومة، بآمل أنه نقدر نوصل للي بيشتهي الناس ونقدر نرجع على القليلة نوقف الانهيار اللي حاصل ونرجع كلياتنا سوا بيد وحدة نقدر نرجع لبنان لعزه ولازدهاره بإذن الله.